فيقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقال جل وعلا: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقال جل وعلا: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. أنا أريد من الذين يتابعون الإنترنت وهو ينظر إلى الصور الخليعة ما هو جوابه لله عز وجل يوم أن يسأله عن تلك المناظر، لماذا نظر إليها، كيف سيجيب الله عز وجل. كان مسورا في الدنيا وفي الآخرة يقول الله عنه: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. ستجد أعمالك كلها بين يديك يوم القيامة. انظر إلى تلك المعروضات بين يديك، إذا عرضت عليك يوم القيامة شاهدت بعينك، سمعت بأذنك، تفكرت بقلبك، ماذا تقول لله عز وجل؟ ماذا تقول لربك تبارك وتعالى؟ روى أبو داود في صحيحه من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فوهى. فهذه الفتن التي في الإنترنت والمصائب التي فيه، من تعمق فيها ودخل وتابعها لا يظن أنها سعادة، بل هو غارق في الفتن، فالسعادة أن يجنبه الله إياها. يا معشر المسلمين، إن هذه البلية الكبرى حصائد الحسنات. ولو قرأ القرآن وأتى بأعمال صالحة فإن هذه الصور وهذه الأشياء التي يختفي ويتابعها تفسد حسناته. ربما تكون المرأة متابعة لأشياء سيئة وزوجها لا يعلم، ربما يكون الرجل يتابع أشياء سيئة وزوجته لا تعلم، ربما يكون الأولاد والبنات يتابعون وأهلهم لا يعلمون. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لأعلمن أناسا من أمتي يأتون يوم القيامة بأعمال صالحة كجبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا. قالوا: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا،
ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ويأخذون من الليل كما تأخذون، يعني أنهم ربما قاموا الليل، غير أنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هذه مصيبتهم، هذه بليتهم، إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. يا معشر المسلمين، متابعة الإنترنت تضعف التوحيد، لأن المتابع لأشياء محرمة يعلم أن الله ينظر إليه وأن الله قادر عليه. ولو أراد الله أن يعجل له العقوبة لفعل، ومع ذلك لا يبالي. هذا دليل على ضعف التوحيد، هذا دليل على ضعف التوحيد وضعف الإيمان. لو كان إيمانه وتوحيده لله قويا ما بقي في هذا، فالتوحيد يضعف وكذلك يضعف الإيمان. المؤمنون مشغولون بتحقيق شعب الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالمؤمنون مشغولون بتحقيق شعب الإيمان، وذاك يغفل ليس حول شعب الإيمان، لا هو حول ذكر الله ولا تلاوة القرآن ولا التسبيح ولا التحميد ولا التهليل ولا التكبير، هو بعيد عن ذلك كله، مشغول بالمقاطع التي يشاهدها، مشغول بما يتابع وبما ينظر.